أفاد مراسل الحدث بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المنطقة الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، هذا وقتل 5 أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في شارع الصحابة في مدينة غزة، بينما قتل شخص في قصف مدفعي طال منزله في شارع المدارس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أما في جنوب القطاع فقتلت امرأة في غارة من مسيرات إسرائيلية استهدفت منزلها في بلدة بني سهيلة شرقي مدينة خان يونس، هذا واستهدف صاروخ إسرائيلي منزلا بجوار مدرسة في مدينة غزة، كما طال قصف مدفعي عدة منازل جنوب حي الصبرة في المدينة. سيعطينا مزيد من التفاصيل عن الوضع الميداني وآخر الهجمات الإسرائيلية وعلى أي المناطق من دير البلح وسط قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أسامة إليك. نعم، قبل قليل الجيش الإسرائيلي ركز ضرباته خلال الساعة الأخيرة الماضية على منطقة مخيم البريج، تحديدا قبل قليل تم استهداف منزل مأهول بالسكان في مخيم البريج وسط قطاع غزة، أدى هذا إلى سقوط 9 ضحايا وأعداد كبيرة من الإصابات وصلت إلى مستشفى العودة في مخيم النصرات باعتبار المستشفى الأقرب لمنطقة مخيم البريج. حتى هذه اللحظة يتم نقل الإصابات ويتم البحث عن مفقودين في هذا المنزل المدمر في وسط مخيم البريج. نتحدث هنا على استمرار الضربات المدفعية أيضا في المنطقة الشرقية لمخيم البريج وهي منطقة حدودية وقريبة من منطقة السياج الفاصل. قبل قليل أيضا وصل عدد كبير من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى، وحتى هذه اللحظة سيارات الإسعاف تحاول الوصول إلى المنطقة الشرقية من مخيم البريج لنقل أعداد كبيرة من المصابين في هذا الاستهداف الأخير، مع العلم أن منطقة مخيم البريج هي منطقة اعتبرها الجيش الإسرائيلي أنها منطقة قتال، وهدد سكان هذا المخيم قبل ما يقارب من أسبوع بالخروج والنزوح باتجاه منطقة دير البلح، ولكن عدد كبير من السكان نزحوا، ولكن العدد الأكبر أيضا لم ينزحوا إلى مناطق المواسي ومنطقة دير البلح وفضلوا البقاء في منازلهم. والآن الجيش الإسرائيلي بدأ بقصف المنازل المأهولة بالسكان في منطقة مخيم البريج. نتحدث عن أعداد كبيرة من الضحايا والإصابات فقط خلال الساعة الأخيرة الماضية. أما في ساعات صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين على دوار الكويت في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة، أدى هذا إلى سقوط 3 ضحايا وتم انتشار ضحية رابعة كانت الدبابات الإسرائيلية استهدفته قبل عدة أيام، واليوم تمكنت سيارات الإسعاف من الوصول إليه ونقله جميعا إلى المستشفى المعمداني في وسط مدينة غزة. أما في قلب المدينة كان هناك سقوط ل5 ضحايا وعدد كبير من المصابين في غارة إسرائيلية شنت باتجاه منزل في وسط مدينة غزة تحديدا في منطقة ملعب اليرموك، عدد كبير من الإصابات نقلوا من هذا الاستهداف إلى المستشفى المعمداني. أيضا الجيش الإسرائيلي الآن يقوم بعمليات نسف لمنازل وعدد كبير من المربعات السكنية في منطقة القرارة بعد تهديد سكانها بالإخلاء والخروج من هذه المنطقة، والآن يقوم بعملية قصف من الطيران الحرب الإسرائيلي لهذه المنازل التي تم إبلاغها. كل هؤلاء من المصابين الجرحى مواسي مدينة خان يونس أين يذهبون في ظل قصف إسرائيل حتى للمستشفيات؟ الخيارات باتت ضيقة أمام السكان وأمام العائلات النازحة وأمام الجرحى أيضا. نتحدث هنا على كل منطقة شرق مدينة خان يونس أو الغالبية في منطقة مدينة خان يونس أبلغوا بالإخلاء، وهذا يجبرهم على التوجه إلى منطقة مواصي مدينة خان يونس، هذا المجال المتاح أمامهم فقط حتى هذه اللحظة. وفي المنطقة الغربية لمدينة دير البلح الآن مدينة دير البلح في كل شوارعها وكل مدارسها وكل الأزقة وكل الأراضي الزراعية وكل المناطق الخالية وكل الأماكن العشوائية في محيط المستشفيات والمدارس والأحياء السكنية كلها مليئة بالخيام، اكتظت هذه المناطق بالخيام بسبب يعني نزوح غالبية السكان باتجاه منطقة دير البلح ومنطقة مواصي مدينة خان يونس، وما زالت عملية النزوح متواصلة حتى هذه اللحظة في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي بعملياته وعملية إخلاء مناطق سكنية مثل منطقة مخيم البريج ومنطقة مدينة المنطقة الشرقية مدينة خان يونس، وكل أشكال المعاناة مستمرة أيضا. شكرا جزيلا من دير البلح وسط قطاع غزة انضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت، شكرا جزيلا على وجودك معنا.